مساء الخير. قبل ما ابدا الفيديو في الشاب الصغير شافني هون عم صور وقال لي انه هو بيتابعني وحب يتصور معي، ولكن للاسف ما كان في صوت، فراح اعرض الصور لانه وعدته اني نزل له صورته معي بالفيديو. وكان عم بقلكن انه هو اسمه هادي وهو ساكن بصور وهو بحبني وبتابعني، فهيدي الرساله حب يوصلكن اياها، ولكن ما وصل الصوت لانه للاسف تبين انه كان في مشكل بالصوت. بعد دقيقتين رح يرد عليك إذا سألته هيدا السؤال. طبعاً البعض منكم يمكن فهموا الموضوع إنه شخص عم يتجاهلك وما عم بيرد عليك بالمرة. لا، الشخص اللي عم يتجاهلنا ومش عم بيرد علينا بالمرة ما بنبعت له مثل ما قلنا أي شيء أبداً، وشرحنا كتير حلقات حول موضوع هيدا الشخص. ولكن الفيديو اليوم موجه لمين؟ هو موجه للفئة اللي حسوا إنه بلش يصير في برود بالمراسلة، خاصة إذا كانت العلاقة عن بعد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتير عم بنسأل حول العلاقات عن بعد. وهيدا الفيديو هو مش للشخص اللي عم يتجاهلك بالمرة ومش عم برد عليك بالمرة، هو فقط مثل ما قلنا هو للشخص اللي بصحيح برد عليك وصحيح بيحكي معك، ولكن دايما بيكون بأجوبته في كتير برود، أو حسيت إنه المحادثات بينك وبينه صارت تبرد أو صار عم بيطول لحتى يرد عليك. فكل المطلوب منك أن تضيف نوع من التجدد والحيوية للمحادثة بيناتكم، ولتضيف نوع من الحيوية والتجدد للمحادثة بينك وبين أي شخص طبعا مش لازم أنك تبلش بأسئلة تقليدية وروتينية ومملة مثل كيفك، مرحبا، السلام عليكم، شو أخبارك، شو عامل، شو عم تعمل، شو عملت اليوم، كيف كان نهارك. هالأسئلة أو هالبداية أو هيدا النوع من بداية المحادثات كتير تقليدي وكتير ممل، فالأفضل أن تبدأ بطريقة مميزة وتخلي الشخص أن يتشوق أنه يفتح الحديث وأن يطيل الحديث معك. وهن بالحقيقة أربع أسئلة. أول سؤال هو أنك تصور فيديو أقل من 30 ثانية، ما يكون كتير طويل، لأي مكان جديد أنت موجود فيه وهو ما بيعرفه. يعني فرضنا مدينة جديدة، كافيه جديد، مطرح بالطبيعة جديد، هو ما بيعرفه ولا شايفك ولا مرة فيه، بتصور له هيدا المكان وفوق صوتك أو وبتسأله هل تعرف هذا المكان أو سبق وجيت على هيدا المكان أو هل عجبك هيدا المكان وهل تريدني أو أنه أعزمك عليه أو نجي عليه سوا شي مرة. بتبعت له هيدا الفيديو بشكل مختصر مثل ما قلنا أقل من 30 ثانية، وبتسأله واحد من الثلاث أسئلة اللي قلناهن. هون هو رح يتحمس، خاصة إذا كان من نوع الأماكن اللي بتعرف إنه هو بحبها. يعني مثلا إذا بحب المطاعم والكافيات بتصور له بهيدا النوع من الأمكنة، إذا بحب الطبيعة، إذا بحب البحر، إذا بحب السفر، يعني وين ما تكون بتسجل هيدا الفيديو الصغير وفوقه واحد من الأسئلة اللي قلنا عنه. هون هيدا الشخص سوف يستفز، يعني إذا ما عرف هيدا المكان رح يسألك لا وين هيدا المكان، أما إذا عرفه فرح يقلك إيه بعرفه وزايره قبل مرة. وإذا كان بحب بالفعل إنه يجي على هيدا المكان فرح يتحمس ورح يتشوق إنه يسألك تفاصيل أكتر عنه، وبهيدي الطريقة بتجذبه إنه يرد عليك بسرعة لأنه عم تخلق له نوع من الاستفزاز، وهيدا الشيء بخلي الشخص يتشوق أكتر ليطيل المحادثة معك وليرد عليك بسرعة. تاني سؤال هو انك تبعت له نكتة او اي موقف طريف صار بينك وبينه، حتى اذا كان حدث معين انت وياه وصدف انك مسجله فيديو او صورة، فبتبعت له هيدا الموقف الطريف او المضحك وبتقول له تتذكر والله لما كنا بهيدا المكان وصارت هيدي الشغلة المضحكة. وهون الشخص ايضا ليه رح يتشوق؟ لانه كلنا منحب الضحك، كلنا منحب الشخص اللي بيضحكنا واللي بذكرنا بالمواقف الطريفة. بطبيعة عتنا ما منحب الشخص النكد سواء كنا رجال أو نساء، فلما تبعت له هيدا الموقف الطريف أو نكتة طريفة وتسأله إذا هو بيتذكرها، فأيضا هو رح يضحك ورح يتحمس إنه يرد عليك بسرعة وأيضا أن يطيل الحديث معك. ثالث سؤال هو إنه تبعت له مثلا شو كان أو ما كان ماذا كان انطباعك
لما شفتني أول مرة؟ هيدا السؤال كتير عميق، صحيح بسيط ولكنه عميق وبيفتح مجال مش بس إنك تعرف مشاعر هيدا الشخص اللي أنت عم تحكي معه، بل أيضا تعرف هل هيدا الانطباع بعده مستمر من ناحية، ومن ناحية تانية عم بتذكره بالانطباعات والأحداث الحلوة اللي حصلت، وبالتالي عم ترجع تخلق نوع من التشويق للعلاقة. وإذا ما كنتوا شايفين بعض شخصي يعني وجها لوجه، فيك تسأله إنه أول مرة حكينا شو كان انطباعك. هيك عم بترجعوا لبداية العلاقة، أو لما ترجع الشخص لبداية العلاقة أنت عم ترجع تسترجع الشغف وعم تسترجع الحماس. ليه؟ لأن عم بتذكره عادة ببداية العلاقة كلنا بتكون نسبة الشوق والاشتياق واللهفة دايما بتكون زايدة عن منتصف العلاقة أو لما يصير في إلى وقت طويل مضى. فلما أنت تذكره بهيدي الأحداث عن طريق هيدا السؤال، بالتالي أنت عم ترجع تعطي ريفرش للعلاقة وتجدد، وهيدا الشيء رح يحمسه أنه يرد بسرعة وأيضا أنه يطيل الحديث معك. رابع سؤال هو مش سؤال بالحقيقة، بل هو حركة، وهيدي الحركة أنك تختار من الألبوم إذا كان في أي صورة بتجمعكم مع بعضكم، فإنك تبعت له هيدي الصورة سوا. وإذا ما كان بعد في صور بتجمعكم أنت وياه مع بعض، فتبعت له صورة لإله هو، تبعت له إياها وبتسكت. هون هيدا الشخص يعني من دون ما تسأله أي شيء أو تعلق، هون هيدا الشخص لما يشوفك بعت له صورته أو صورتك أنت وياه مع بعض وسكتت، هون رح يثير عنده نوع من الفضول والاستفزاز، إنه ليه اختار هيدي الصورة تحديداً؟ ليه عم يبعت لي صورته أنا وياه وشو الهدف؟ ففوراً رح يسألك، رح يقلك، هو اللي رح يقلك ليه بعت لي هيدي الصورة أو حلوة هاي الصورة، وغيرها من الأمور اللي رح تستفزه بطريقة أو بأخرى لحتى يرد عليك فورا. أكيد بعد هيدا الفيديو رح صور لكم بعض المواقف المضحكة اللي حصلت معي أنا وعم صور هيدا الفيديو. طبعا اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، عملوا لايك. أنا بشوفكم بفيديو تاني، وإلى اللقاء. والتجدد والحيوية ما بيكون من خلال خلينا نقول الكلام التقليدي أو مرحبا كيفك شو أخبارك. هون في شخص عم بيسلم عليكم، كيفك؟ لا مش لايف، عم سجل فيديو. لا ما بيأثر. أهلا وسهلا، منرجع لكم. أنت أول مرة بتزوره وهو ما بيعرفك أنك بتروح على هيدا المكان، فبتصور له المكان وفوق صوت وبتقول له هل تعرف هذا المكان اللي أنا موجود فيه هلأ؟